بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 860، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، اتفق عليه. وعن علي أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. فهذه الأحاديث في نكاح المتعة. نكاح المتعة نكاح مؤقت، يتزوج الرجل المرأة على وقت معين، أسبوع أو شهر أو 3 أيام أو أكثر من ذلك، على مهر مقابل هذه مقابل هذا الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سكت عن هذا الأمر أو رخص فيه، ثم بين حرمته إلى يوم القيامة، قال: إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. ونكاح المتعة كان في خلاف قديم، كان ابن عباس رضي الله عنه يخالف جماهير الصحابة ويقول بجوازه فأنكروا عليه، كان يقول بجوازه عند الضرورة فأنكروا عليه أيضا، فرجع ابن عباس عن قوله إلى التحريم، حتى أن ابن الزبير قال له في ذلك قولا شديدا، قال: افعله ولو فعلت ذلك لرجمتك بأحجارك. قال: إن رجلا أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره يفتي بحل نكاح المتعة، فلأن قد بلغه النص وشدد على ابن عباس في الإنكار، لأنه خالف نصا صحيحا واضحا من النبي عليه الصلاة والسلام. فحرمة نكاح المتعة أمر متفق عليه عند أهل العلم، ولا يخالف في ذلك إلا الروافض، الشيعة الرافضة، لأنهم أهل بدع وضلال ولا يأخذون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبتونها. فلا شك أن نكاح المتعة نكاح محرم، لأنه ليس فيه ما في الزواج الشرعي من المودة والسكن. والأصل في الزواج أنه عقد مؤبد، الأصل فيه أنه عقد مؤبد مش عقد مؤقت، خدت بال حضرتك، ولا يجوز توقيته بحال. والأصل فيه أنه يقصد به للديمومة، دوام العشرة والألفة والمودة والسكن، وهذا لا يحصل في التوقيت، لما يوقت الزواج بشهر أو بأسبوع ففي شبه في الزنا، شبه بالزنا، فالشريعة حرمته إلى يوم القيامة، وليس هناك خلاف معتبر في هذه المسألة، والمسألة محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، كان فيها خلاف قديم وزال، ولا عبرة طبعا بخلاف الرافضة عند أهل العلم من أهل السنة. في خلاف بين العلماء، هل نكاح المتعة حرم مرة واحدة أم مرتين؟ هل حرم ثم أبيح ثم حرم؟ دي مسألة فيها خلاف من أهل العلم، لكن المحصلة أنه حرم في نهاية الأمر. لكن في خلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم حرمه يوم خيبر ثم أباحه بعد ذلك في عام أوطاس، اللي هو عام فتح مكة، غزوة أوطاس دي اللي هي بعد غزوة حنين مباشرة، أو هي ملحقة بغزوة حنين، تجمع فلول المشركين من هوازن اللي هزموا في غزوة حنين، فتجمعوا في مكان يسمى أوطاس فقاتلهم المسلمون، فاسمها غزوة أوطاس أو غزوة حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها في متعة النساء، والحديث هنا في صحيح مسلم. الحديث الأول، الحديث علي
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر، وخيبر قبل أوطاس بسنتين أو أكثر. جميل، يبقى هنا كأن كان في تحريم ثم إيه رخصة ثم إيه تحريم آخر، وده اللي برجحه الإمام النووي وبعض العلماء كابن عبد البر وغيره من أهل العلم. بيقول لا، الحديث هنا في تقديم وتأخير. خد بالك، حديث بيقول إيه، في رواية بتقول نهى صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، رواية تانية بتقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. فقالوا هنا أصلا التوقيت يوم خيبر ده مش مقصده الاثنين، لا، تحريم الحمر، تحريم الحمر الأهلية كان في خيبر، أما متعة النساء فكان فين؟ في مكة. يعني هو يعني ليس هناك كبير فائدة يعني الآن من هذا الخلاف. الحاصل أنها حرمت إلى يوم القيامة، حرمت إلى يوم القيامة. وهذا النكاح يسمى نكاحا باطلا، ومن علم حرمته ثم وقع فيه يقام فيه حد الزنا، يقام فيه حد الزنا، لأنه ليس نكاحا صحيحا بل نكاحا باطلا، ولا عبرة بخلاف من خالف فيه. يقول بعد ذلك في زواج آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، صححه ابن حزم وابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. مين بقى المحلل؟ إن المرأة تطلق ثلاثا، تطلق ثلاثا، فلما تطلق ثلاثا لا تحل لزوجها ليه؟ الأول، زوجها الأول يريدها، ماذا يصنع؟ اتفق مع رجل مجازا، يعني يسميه رجل، وسمي في الحديث تيسا مستعارا كما يأتي، أخذ بالك، فيتفق مع رجل أنه يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها، أخذ بالك، لكي ترجع إلى إيه؟ إلى الأول. فهذا ليس زواجا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لعن المحلل من يفعل ذلك والمحلل له الذي يرضى بذلك، اللي هو الرجل المطلق ده اللي هو طلقها ثلاثا. ده هو في الواقع كأنه بيستأجر رجل يزني بها لكي إيه؟ ترجع له. وهذا لا تأتي به الشريعة بحال من الأحوال. ومن نسب إلى الشريعة أنها أباحت التحليل فهذا مخطئ أو مغرض. خذ بالك، الشريعة ليس فيها إباحة التحليل بحال، والحديث هو واضح معنا في لعن، واللعن ده يدل على بطلان هذا النكاح، وهذا ليس نكاحا صحيحا وليس زواجا شرعيا. لأن الزواج زي ما قلنا في الكلام عن المتعة، الزواج يقصد به ليه؟ الديمومة والألفة والسكن، والزواج يكون مؤبد. ولذلك أصلا مسألة المحلل ده لا يسألون فيه عن مهرا، بل ربما هم يدوا التيس ده المهر، يدوا له فلوس كي يفعل ذلك، لا يسألون فيه عن المهر، ولا يطلب امرأة يعني تليق به وهي لا تنظر في شأنه، مثلا شوفوا كفء لها ولا غير كفء، ولا يكون في دف ولا يكون في عرس ولا يكون في شيء من ذلك، لأنه ليس زواجا في الواقع. ودي حيلة باطلة، حيلة باطلة لإرجاع المرأة إلى زوجها، والحيلة المحرمة في الشريعة. وقد جاء في الحديث لا تفعلوا فعل اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الشريعة الإسلامية أتت بالوسط في أمر الطلاق وأمر الزواج. فالطلاق كان في الجاهلية مفتوح، الرجل يطلق ما شاء ويرد امرأته ما شاء، طلق ألف يطلق مئة ويردها إيه ما شاء. طبعا كان في إذاء للمرأة إذاء شديدا، فالشريعة وقتت ذلك بإيه؟ بثلاث. والسنة خد بالك ما يأتي في الطلاق، أن يطلق الرجل عند كل طهر طلق، وينتظر حتى تحيض المرأة ثم تطهر، ويطلقها في طهر لا يمسها فيه. كويس، فمن تمسك بالسنة في الطلاق لم يندم أبدا. إما الناس بيندموا بسبب إيه؟ بسبب التسرع، خدت بالك، والتهور وركوب الأحموقة، الأحموقة كما قال ابن عباس، يفعل فعل الحمق
جاء رجل إلى ابن عباس قال طلقت امرأتي 100 ماذا ترى؟ قال يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس أنت لم تتق الله فاجعل الله لك فرجا ومخرجا. جميل. فالإشكالية فين؟ أنها مخالفة للشريعة اللي هو جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو في طهر واحد، ثم يحاول أن يحتال على أن يرد هذه المرأة له مرة أخرى ويندم. ولذلك جاء في الآثار عن الصحابة أنه من طلق للسنة لم يندم أبدا، يلتزم السنة في الطلاق، يلتزم الشريعة، إذا أراد أن يطلق امرأته لا يندم أبدا. إن ربنا فرق الطلاق، شوف قال لي الطلاق مرتين إمساك بمعروف إلى آخر الآية، بعدين فإن طلقها يبقى دي الطلقة ليه التالتة، يبقى في فاصل، مش روح بقى أنت طالق بالثلاثة، خدت بالك، وشافعي ومالكي وأبو حنيفة، أنت طالق ألفا عدد نجوم السماء وعدد رمال البحر وعدد قطر الماء، لا 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 ليه يعني، هذه نوع من الحماقة. فحماقة يترتب عليها حماقة أخرى ومخالفة أخرى اللي هي يحاول إن هو إيه يسترجع المرأة إليه مرة أخرى بحيلة، فهذه الحيلة عن طريق نكاح التحليل، وهذا النكاح نكاح فاسد وهو زنا يقام فيه حد الزنا كما جاء وثبت عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ولم يفتي أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بحل نكاح التحليل أبدا، والشريعة بريئة من ذلك ودين الله عز وجل بريء من ذلك. خد بالك لأن بعض الأعداء من الكفرة اليهود والنصارى وغيرهم بيطعنوا في أو يثيروا شبهات حول هذه المسألة، يقول لك شوف عندهم في الإسلام إن الرجل لما يطلق زوجته 3 مرات ما ترجعش ليه حتى تزني، يقولوا كده. هي الشريعة أتت بذلك؟ الشريعة لم تأتي بذلك، فلابد أن يكون نكاح رغبة، نكاح إيه؟ رغبة كسائر أنكحة المسلمين، نكاح رغبة، رغبت فيه ورغب فيه، اخطبها إلى وليها زواج شرعي صحيح. فإن طلق، إن طلق، شوف حتى هي الآية بتقول إيه، إن طلق، مش هو يتفق من الأول يتجوز عشان يطلقها، واخد بالك، هذا ليس زواجا، هذا زنا ويقام في حد الزنا. جاء في الحديث الذي رواه غير واحد من أهل العلم منهم الحاكم وابن ماجه من حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قال بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، جعل الله المحلل والمحلل له، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم ليه؟ بشع، لكي ينفر من فعله القبيح السيء، فشبهه بالبهيمة التي تستعار لوطئ الأغنام، خد بالك اسم ايه؟ بشع، تبشيعا لفعله يعني القذر السيء الذي في زعمهم يحاولون به أن يحللوا المرأة، وكما قال ابن القيم هذا ليس تحليلا وإنما تحريما، وليس تطهيرا وإنما تنجيسا، أنه ينجس المرأة. وطبعا هذا الرجل الذي يرضى بذلك ملعون رخر، وده ديوث، يطلق زوجته 3 ويجيب لها واحد محلل يقول له ادخل عليها النهاردة وطلقها لي بكرة، واخد بالك، يبدأ ايه، هذا رجل من ديوث، خدت بال حضرتك، وعلى احسن الاحوال يكون جاهل. نعم، لا ما ينفعش، هو زواج باطل، لم ينعقد الزواج، هو تزوجها دلوقتي ليحلها. امال ايه، يبقى اساء، هو تزوجها زواجا صحيحا شرعيا يقصد الديمومه، وبعد كده الناس قالوا له طب خد فلوس عشان تطلقها، يبقى أساء، إن طلقها لأجل المال أساء وظلم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وهذا فيه يعني إشارة إلى حرمة أن يتزوج الزاني بالمرأة العفيفة، أنه ليس كفءا لها. قال سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لذلك من زنى لا يجوز له أن يتزوج امرأة عفيفة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك المرأة الزانية. وذكر شيخ الإسلام تيمية قال نكاح الزانية حرام حتى تتوب، حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، ها
هذا هو الصواب بلا ريب، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا تتوب إلى الله عز وجل إذا أراد أن يتزوجها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. اتفق عليه، واللفظ لمسلم. وجاء في الحديث أن العسيلة هي الجماع، فالمرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا، لا تحل أن ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد إلا إذا دخل بها الأول، دخل بها الثاني، دخل بها الثاني وطئها. وده جماهير أهل العلم على ذلك، إلا كان خلاف شاذ لسعيد بن المسيب رحمه الله، خلاف لجمهور أهل العلم وخلاف لهذا الحديث الصحيح. لا مهم. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستبرأ، وبعد كده يتجوزه. بعد كده هيدخل في باب جديد، باب الكفاءة. الكفاءة أمر لابد أن يراعى في الزواج، ولكن فيه خلاف بين أهل العلم، هل الكفاءة تشترط في الصنعة والنسب والمال والديانة والحرية، أم تشترط في بعض الأشياء دون بعض؟ لا شك أن الديانة معتبرة، واخد بال حضرتك، الديانة معتبرة، بدليل احنا لسه قايلين الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يبقى المرأة العفيفة الصالحة، الفاسق ليس كفأ له، الفاسق ليس كفأ له، خدت بال حضرتك. وربنا سبحانه وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لفضل العربين على عجمين إلا بالتقوى. ولكن خد بالك من يستحسن، يعني من الأمور التربوية والنصائح اللي يتوجه للشباب ولكل من يقدم على الزواج، إن الأفضل إن يكون في نوع من التقارب في سائر الأمور في الزواج، تقارب في السن، تقارب في الحالة الاجتماعية، تقارب في الصنعة، تقارب في النسب، ما يكونش فيه تباعد كبير، يعني ممكن التباعد ده يؤدي إلى شقاق. خدت بالك؟ امرأة غنية جدا ورجل فقير جدا، معدم، متعلمة تعليم عالي جدا وهو غير متعلم تماما، ممكن ده يؤدي ليه لشقاق. فكل ما كان هناك تقارب يكون أفضل وأوأم. ذكر جملة من الأحاديث في باب الكفاءة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع، وضعفه الألباني، بل قال أن البعض قال بوضعه. حديث موضوع يعني لا يصح. فمع أن الحديث موضوع إلا أن العرب مفضلين على غيرهم، وده قول جمهور العلماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه اصطفي عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم عربي، والقرآن عربي، فده دليل على فضيلة العرب في الجملة. الحديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعني النسب ده ليس شرطا في الزواج، يعني ليس شرطا في الكفاءة في الزواج، يجوز أن يتزوج الأعجمي المرأة العربية طالما أنه على دين وخلق يكون كفأ له. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى احنا هنشترط الكفاءة في الدين، في الدين وفي الحرية، الدين والحرية. الدين قلنا الدليل بتاعه، الحرية ايه الدليل؟ ها، حديث بريرة، حديث بريرة النبي صلى الله عليه وسلم خيرها لما اعتقت، ويأتي. عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
أنكحي أسامة، أنكحي أسامة، رواه مسلم، يعني تزوجي أسامة. أسامة مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، أسامة بن زيد بن حارثة، وفاطمة بنت قيس قرشية عربية، خدت بال حضرتك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، ده دليل على أن أمر الحسب ده غير معتبر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. الحجامة دي كانت عند العرب، اللي بيعمل حجام ده كان عار، خد بال حضرتك، عار عليهم إن واحد يبقى شغال إيه قديما. المسألة دي مسألة عرفية طبعا، ممكن تتفاوت من زمن لزمن، خد بال حضرتك، فممكن يكون ده في بعض البلاد أو في بعض الأزمنة ليس عيبا وليس فيه شيء. كان عند العرب زمان يعني أن العمل بالحجامة ده أمر سيء. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: يا بني بياضة، بيخاطب الأنصار، انكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني زوجوه وتزوجوا من عنده، وكان حجاما. يبقى ده دليل على إهدار مسألة الصنعة، أن بعض الفقهاء بيشترط الصنعة، بيقولون أن بنت التاجر لا تتزوج من أصحاب المهن الوضيع، خدت بال حضرتك؟ ولكن احنا عندنا العموم، عندنا العموم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. لاحظ أن العلماء لما تكلموا في الكفاءة تكلموا عن كفاءة الرجل للمرأة، أن الرجل يكون كفء للمرأة وليس العكس، خد بالك ليه؟ لأن أصلا الولد حينسب لأبيه، الولد حينسب لأبيه، والولد بيشرف بشرف أبيه، خدت بال حضرتك؟ أما الرجل ليس عليه غضاضة أنه يتزوج امرأة أقل منه، أما المرأة لما تتزوج رجل أقل منها يكون في غضاضة عليها وعلى أهلها، خد بال حضرتك؟ فإحنا بنقول أن الكفاءة تشترط فقط في الدين وفي الخلق. طيب معنى ذلك أن المرأة إذا تزوجت برجل فاسق، امرأة صالحة تزوجت برجل فاسق لأوليائها الاعتراض، وهذا الزواج يكون زواج غير لازم، بمعنى أن يجوز للأولياء يرفعوا الأمر للقاضي الشرعي ويفسخوا هذا العقد، يطالبوا بفسخه، لأن الرجل ليس كفأ لهذه المرأة، وبعدين هو ممكن يلحقهم عار بذلك، خد بالك أن يتزوج رجل فاسق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيا، ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني يصلي ثم بان بخلافه فإنهم يفسخون نكاحه، وليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة، وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي ترضعه وأمثاله عن ذلك. كلام جميل، خد بالك، وده مسألة مهمة في فسخ النكاح أيضا. بيقول ليس لا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيا، الرافضي معروف اللي هم بيسبوا الصحابة، ولا من يترك الصلاة، وما تزوجوه على أنه سني يصلي، يعني هو ظاهر أنه ملتزم بالسنة ومن أهل السنة وبيصلي، فبان بخلافه فإنهم يفسخون نكاحه. يبقى ده في نوع من الغش والتدليس، خدت بالك؟ وحيأتي بقى باب في الفسخ النكاح ده، إن احنا إذا كنا بنجوز فسخ البيع لأجل العيب والتدليس، فمن باب أولى نجوز فسخ النكاح، عقد النكاح، لأنه أخطر، خدت بالك؟ واحد يتزوج امرأة بكرا على أنها عندها 20 سنة، يفاجأ بأنها عندها 70 سنة، واخد بال حضرتك؟ هيموت الراجل، هيموت. فده طبعا يبيح له أن هو يفسخ العقد، يفسخ العقد، خدت بال حضرتك؟ فكذلك في كل خداع وتدليس في الزواج. ذكر بعد ذلك باب الخيار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أنه كان عبدا، وده الصحيح، وكان يسمى مغيثا. فمغيث كان عبدا وهي كانت أمة، فاعتقت. مين اللي اعتقها؟ عائشة رضي الله عنها.
عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة واعتقتها، فلما اعتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستمرار على الزواج وبين أن تفارق زوجها، تفسخ ليه؟ العقد. والفسخ غنى غير الطلاق، لأن الطلاق لا يملكه إلا الزوج، خد بالك. أما ده اسمه إيه؟ اسمه فسخ، فسخ للعقد. والفسخ ده يكون عند القاضي الشرعي، يكون عند القاضي الشرعي هو اللي بيفسخ ليه؟ العقد. المرأة لا تملك فسخ العقد من تلقاء نفسها، ويقول لك يبقى كده تملك ليه؟ ما يقابل الطلاق. من إما تزعم بقى من زوجها تقول خلاص فسخت العقد أنت حرام علي، خد بالك. لا، ليس لها أن تفسخ العقد، فسخ العقد ده يكون عند القاضي الشرعي بمبررات، خد بالك، ينظر في القضية ويشوف الأمر وممكن يفسخ ليه؟ العقد. فهنا بريرة كانت آمة فأصبحت إيه؟ حرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها تختار، فاختارت نفسها، فبكى مغيث. مغيث كان بيحبها حبا جما، خدت بالك، ويمشي بقى وراها يبكي في المدينة. شوف الحب يا أخي، الحب ده صعب، حتى إن بعض العلماء بيستنبط من هذا الحديث أن الحب إذا تمكن أذهب المروءة، يعني ممكن الحب يخلي الإنسان يقف موقف يعني ضيع من هيبته وينقص من مرؤته. تخيل لما يبقى رجل طويل عريض يمشي يبكي خلف امرأة يستعطفها ويسترفقها، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم ازاي، فشفع له عند بريرة، قال يا بريرة هل لك في مغيث؟ بريرة سبحان الله فقيها، تقول له تأمرني يا رسول الله، تأمرني أمر منك؟ قال لا، إنما أنا شافع، يعني ليس هذا أمرا، لأن الأمر يقتضي الايه؟ الوجوب، الإلزام، الحتم. تقول له أمر منك يا رسول الله، خلاص، يعني إذا ما أنت واحد تقول له واحد على رقبتي خلاص مثلا. ها، فقال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، أمر عجب. تخيل بيحبها حبا جما لدرجة البكاء على الفراق، وهي تبغضه بغضا إيه؟ جما. سبحان الملك، القلوب مش عند بعضها، ما كانوا عايشين مع بعض ازاي دول؟ ده دليل على الصبر، الناس عندها صبر، خدت بالك، مش الايام دي ما فيش صبر. منين ما يزعل من زوجته كده، ولا تكون شكلها مش عاجباه شويه، ولا بتاع، ولا الزوجه تجرشي تعمل خلع بقى وتروح للقاضي، شوف بتبغضه كل هذا البغض، وكانت مقيمه معه. فلما خيرت اختارت ايه؟ نفسها، ولم يعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحديث ده هو الدليل على جواز فسخ النكاح والتخيير اذا اعتقت الايه؟ الامه. طيب العله هنا ايه؟ ممكن يكون في علتين، خد بالك معايا من الحته دي. هل العله ان زوجها كان عبدا، ولا العله انها زوجت بغير رضاها؟ ما هي الامه لا تملك نفسها، ها، تعتبر ملك لسيدها، ممكن سيدها يزوجها بدون ايه؟ رضاه. هل العله هنا؟ خد بالك، لما نقول العله ان زوجها ان وليها او سيدها زوجها بغير رضاها، حنقيس عليها الفتاة الصغيرة التي دون البلوغ إذا زوجت، فإذا بلغت لها الخيار، هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه. خد بالك دلوقتي، الأب زوج بنته قبل البلوغ، زوج صحيح ولا فاسد؟ صحيح، ما فيش إشكال، ده إجماع العلماء. أبو بكر زوج ابنته عائشة رضي الله عنها للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل ليه؟ قبل البلوغ. طيب إذا بلغت الفتاة فوجدت نفسها أسيرة في يد رجل زوجة، هل لها الخيار أم لا؟ الراجح أن لها الخيار، يعني ممكن تقول إيه؟ استمر معاه، وممكن تقول أختار نفسي، وتختار فسخ النكاح في هذه الإيه؟ في هذه الحالة، قياسا بالقياس. أيوة حبيبي، في خلعة، لسه موضوع الخلع جاي بقى، ده فسخ ده، قريب منه، ده يؤيد مسألة الخلع. دلوقتي يعني يبين أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقوق، خدت بالك؟ هيأتي موضوع الخلع، وهنا فيها اللي حق الإيه؟ الفسخ أهو، حق الخيار،
حق الفسخ وحق الخيار. وحيأتي في باب العيوب أنه إذا ظهر في الزوج عيبا أن للمرأة أيضا الخيار، سيكون عيبا منفرا، عيبا معتبرا لا يتراضى عليه العقلاء. خدت بال حضرتك؟ عيب يكون شديد كما يأتي إن شاء الله، لسه ما جاش لسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرها لأنها زوجت بغير رضاها، وأن زوجها كان عبدا، ففي عدم كفاءة وفي زوجت بغير رضاها، فحنقيس على ذلك الفتاة الصغيرة إذا زوجت قبل البلوغ ثم بلغت أن لها الخيار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.